بصي يا ستي بقى زي النهارده كده يوم تحديدا يوم 26 ديسمبر سنة 1974 اتوفى فنان كبير جدا، حقيقة فنان عظيم ساب بصمات واضحة جدا في مجال الموسيقى والغنى العربي، يعني يعتبر ان هو واحد من اهم اعلام الفن العربي، اتلقب بملك العود وموسيقار الازمان، عشان كده هو واحد من اكتر الفنانين اللي تم تأليف كتب كتير قوي عنهم. النهاردة بنحيي ذكرى الفنان الجميل الراحل فريد الأطرش. فريد الأطرش قدم خلال حياته كان عنده تاريخ الحقيقة حافل، تاريخ كبير حافل بالموسيقى والطرب والغناء، وكان خلالها أحد عمالقة الفن اللي أثروا في صناعة الفن وخلدوا أسمائهم في سجلات المبدعين. كمان يا نوها فريد الأطرش قدم الألحان والأغاني اللي اتحفرت في ذاكرة الأجيال وشكلت تاريخ عظيم، ده غير 31 فيلم سينمائي كانوا وهيفضلوا من روائع السينما المصرية وأيقونات الأفلام الغنائية في مصر. رحم الله الفنان الكبير العظيم فريد الأطرش. اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك جميل جمال ملوش مثال.